وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد. فأهلا وسهلا بالسيد الوكيل ممثلا لمعالي الوزير السيد ريني فردان مسؤول مشاريع منظمة فاو في العراق، الضيوف الأكارم من ممثلي وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة، الحضور الكرام، طيب الله صباحكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم هنا في رحاب وزارة التخطيط، وأنتم تشاركون في هذه الجلسة المشتركة التي تعقد بين وزارة التخطيط ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو. هذه الورشة وهذه الندوة وهذا اللقاء هو لقاء تأسيسي أول لتعزيز وتفعيل العلاقة بين وزارة التخطيط أو بين الحكومة العراقية إن شئتم وبين منظمة فاو. هذه الجهود حقيقة تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الرؤية الوطنية لعام 2030. القراءة المؤشرات وتحقق ورصدها من الإجراءات الأساسية التي يحتاجها الفرق أو الفرق العاملة لوضع صورة واضحة عن البيانات وما تعكسه بالنتيجة. برنامج للأمم المتحدة أسكوا منظمة الغذاء الزراعة العالمية بمعونتكم ممكننا أن نقدم الكثير سوية والكثير من الإنجازات التي هي من واجبنا أن نؤديها كالتزام لشعوبنا. الوزارة على استعداد دائم لكل الدعم العلمي والمهني والشراكات بهذا الموضوع، ونحن سنكون ممتنين كثيرا لكل خطوة تقدم أو جهد يقدم في سبيل تحقيق مسيرة التنمية المستدامة في العراق. شكرا جزيلا للسيد الممثل معالي وزير التخطيط السيد وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد. الكلمة الآن للسيد ريني فردان مدير مشاريع منظمة الفاو في العراق. Today we are dealing with the 2030 Sustainable Development Agenda and the commitment to eradicate poverty and achieve sustainable development by 2030 worldwide. واليوم نحن نتناول بالبحث والمناقشة أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ومدى الالتزام بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030.